طيب انتوا رحتوا النادي الاهلي وانتوا عندكم 12 سنه، قبل ال 12 الكوره ظهرت امتى؟ في ابتدائي احنا في المدرسه برضو كنا في الشارع معروفين خلاص اللي احنا بنلعب كوره، وكنا حتى بنلعب مع ناس اكبر مننا في دورات في الشارع. يعني اتعرفت في الحته بتاعتنا احنا صغيرين بنلعب مع ناس كبار وبنلعب في الشارع دورات عموما سواء في رمضان او غير رمضان. ثم روحنا في النادي اللي جنبينا، النادي ساعتها كان بيلعب في دوري ممتاز نادي التصنيع. كنا ساعتها خلاص عندنا 13 سنه، اتعمل فيه اختبارات، فاحنا كنا نفسنا نبقى موجودين نروح اختبارات النادي الاهلي. فروحنا الاختبارات بقى لقينا المواليد بتاعتنا نفس سننا، المدرج التتش يعني مدرج نادي الاهلي في الجزيره كل اللي موجودين المواليد بتوعنا احنا. فكان كل الناس اللي في سننا كان اختبارات صعبه، فبالنسبه لنا كنا قلنا مش استحاله ان احنا نبقى موجودين في وسط الناس. فقعدنا حوالي اكتر شهرين تقريبا في تصفيات زي ما حضرتك قلت من شويه. كابتن زيزو كانوا لسه ما اعتزل الكوره، فهو اللي هيمسك الفريق اللي هو السن بتاعنا. هي اللي قبل دي يا حسام احنا ما يعني رحنا الاختبارات دي من غير في البيت، ما البيت ما كانش يعني بالنسبه لنا عشان نركب المترو بتاع حلوان ونيجي لاول مره يعني وان احنا نطلع من الاهلي ده موضوع صعب، وكنا رحنا من غير ما نقول لهم. في الاخر خالص لما كان تصفيات كان في رمضان في الاخير اخر حاجه ومصر، فعمالين يدوروا علينا وكده والدنيا كانت مقلوبه ان احنا طبعا هي بقى هي اللي بتدور لانه الوالد كان توفى الوالد توفى وانتوا عندكم 11 سنه في السنه دي اول ما دخلنا النادي الاهلي. فطبعا الحاجه اللي قلنا لهم ان احنا كنا بنختبر في النادي الاهلي، وكان معانا الكارنيه لسه الكارت الصغير لسه جديد. كان فهم شافوه الحاجه اللي هي اللي نجدتنا احنا، كنا كانوا مستنينا بقى ايه، كان الموضوع صعب جدا ان احنا نركب القطر بتاع حلوان لحد ما بينه وبتاع ونروح النادي الاهلي، دي كانت صعبه جدا. ما احنا مش متعودين، هم عارفين احنا ما بنقدرش نبعد من حلوان، ما بنقدرش نبعد عن البيت يعني. فاحنا قرار قلنا لو قلنا لهم الاول مش هيرضوا هيخافوا، فاحنا خدنا القرار احنا مشوار مدافعين 35 دقيقه بالمترو تقريبا اعتقد يعني. فدي كانت البدايه. بعد كده الاختبارات زي ما قال حسام كان العدد كان كتير جدا والتصفيات كانت صعبه، واحنا رحنا اشترينا استماره كانت بجنيه ساعتها ولا اعتقد كان بجنيه. بجنيه ايه كارت ولا ايه؟ الاستماره عشان نخش الاستماره عشان تقدمه نخش الاول يشوفوا نعمل اختبارات. ومحوشين الجنيه مع بعض ولا كان صعب جدا؟ كان صعب الجنيه الموضوع صعب